نشكر أخواننا المتابعين ونسلم عليكم. معنا ضيوف من دبي، وهنا الأخ أبو شركيس أعتقد الكل تعرفوه، وهنا أخونا الأخ الآخر علي. هلا والله، كيف الحال؟ يا ميت أهلا وسهلا. وعندنا جماعة صعدوا على التلفريك، صعد لو بعد أرتور. هنا الأخ أرتور العامل بالكافيتريا، إذا تجون. هو أجا من دبي، كان يشتغل بدبي. ماريو. هنا الأخ كان في دبي يشتغل، حاليا هو في أرمينيا يشتغل. فندق ماريو. الجو لطيف جدا، 5 درجات، لكن نشوف شلون الشمس. جولة أخرى راح نتوجه هنا إلى بحيرة شيبان. حولت مكانك. البارحة جولتنا كانت على جبال أراكاس، للأسف الشديد ما قدرنا نكمل رحلتنا للبحيرة لأن الطريق كان مقطوع بسبب الثلوج، والتقرير جاهز عندي، سويناه نزلناه على اليوتيوب، إذا تنزلون على اليوتيوب تقدرون تلقوها. إن شاء الله اليوم ننزل على الفيسبوك أيضا، لكن إذا تريدون تشوفوها تقدرون تدخلون على اليوتيوب قناتنا أرارات للسياحة، تلقوا التقرير جاهز نزلناها. جو لطيف جدا مشمس. يلا إذا تصعدون أخذوا جولة فوق حتى نطلع البحيرة شيبان. يلا خلينا نروح نأخذ التذاكر. كم درجة تقدر تشيك؟ هلا هون 9 أقل 4 كان 5 قبل. تقدر تشيك علي شوفنا كم درجة. هاي دانيال من أرارات للسياحة على الهواء مباشرة معاكم. نحن في صاخ كالزور في أرمينيا. أعتقد اللي تتابعونا كلكم زرتوا أرمينيا، واللي ما زار أرمينيا يقدر يزور أرمينيا ويتصل بينا، رقمنا دائما موجود مع كل التقارير. اتصل بينا قبل اليوم، قبل أسبوع، قبل 10 أيام أفضل، نهيئ لكم برنامج سياحي متكامل، نهيئ لكم مكان للسكن، سيارة مريحة، مرشد سياحي. لا تبخل على الفلوس، اصرف وتعالي، جو حلو. اللي يحب الثلوج خليه يجيب هالشهر، يلحق يجي. بحيرة شيبان شوي نازل بثلج، البارحة صعدنا جبال أراكاس ويا الشباب، بقالنا كيلومتر أو كيلومترين حتى نوصل للبحيرة بحيرة كاري، طريق مقطوع طبعا. مثل ما ذكرنا لكم التقرير جاهز، تقدرون تدخلون على قناتنا أرارات للسياحة وتشوفوه باللغة العربية، مسوي لكم إياها. إذا تريدون تنتظرون لليل إن شاء الله ننزل لكم إياها على صفحاتنا على الفيسبوك. عندنا جروب باسم أرارات للسياحة تقدرون تنضمون إلى، عندنا صفحة الفان بيج، صفحة اللايكات باسم أرمينيا، تقدرون تعطونا لايكاتكم وتقدرون تقدمونا الصداقة على اسم هايك دانيال. نتشرف بكم. ها شباب يلا تعالوا اخذوا التذاكر. يلا تفضلوا. يلا شو رايكته؟ المكان الصراحه عجيب. عجبك؟ عجيب. اول جيتك ها؟ نعم. انت للاسف البارحه ما ويانا على الجبال هنا. نعم. الاخ علي ومحمد كانوا ويانا. نعم كانوا موجودين. تونسوا. على كل هسه المكان اليوم اللي راح تروح له بعد افضل والله. صح فيه العوائل فيه الناس. جماعه من الامارات زاروا هنا طبعا. قالوا أرمينيا ما تحق ما تصلح للعوائل. لا تصلح طبعا. ما تصلح للشباب. ما تصلح للشباب لأنه اللي يجي عائلته، هو وعائلته. الجو بارد. جو حلو والله. هنا البرودة تدري ايش قد بالشتاء. لازم يكون وياك وجه حلو وحسن عشان يكمل الأجواء الحلوة. هنا بالشتاء يوصل 25 تحت الصفر. ما شاء الله. وهذا التلفريك يصعد وما تحصل به مكان. أنا هسه فارغ راح ناخذ تذكرة، بالشتاء تيجي توقف لك سرة نص ساعة حتى يوصلك السرة. منا تاخذون التذاكر عزيزي. وهذه الأجواء اليوم في صاخ كالزور. طبعا أريد أذكركم منتجع صاخ كالزور بالشتاء تتنشط السياحة بها. هنا تقام دورات الألعاب، ألعاب التزلج على الثلوج. هذه المنطقة كلها تكون مغطى بالثلوج، هنا تشوفها قطعة بيضة كأنما فص أبيض، الأشجار والشوارع والجبال كلها.
طبعا التلفريك ما يوقف، ها وقف على الخط الاحمر، وسد العارضة لأمامك لا توقع. التلفريك ما يوقف، ها شوفوا قاعد سد العارضة ويصعد فوق، والنزول ايضا اللي راح ينزل شوفوا هسه راح نصور لكم هنا، نقول لكم اياه، هذول الاثنين راح ينزلون طريقة النزلة، واحد يمنى واحد يسار. سنتوقف عن النقل ان شاء الله، نوصل بحيرة سيبان ننقلكم جوانب من البحيرة. انتظرونا قرارات للسياحة، الى اللقاء.